بما يتعلق بمزدوجية الجنسية. رئاسة المجلس استلمت طلب من اللجان المعنية لعرض قانون يتعلق بمزدوجية الجنسية. نص الدستور على أن يشرع ذلك بقانون. يعلم الجميع بأن هنالك عدد من أبناء الشعب العراقي تعرض إلى التهجير وتعرض إلى النزوح واضطرته ظروفه لفترة من الزمن أن يمتلك جنسية أخرى، ولكن هذا لا يعفي من يحمل الجنسية على أن يغلب مصلحة العراق والعراقيين وأن لا يكون جزء من أي من المؤسسات مؤسسات الدولة العراقية، إذا كانت تشريعية أو إذا كانت تنفيذية. بعض من يمتلكون الجنسيات المزدوجة يزايد على العراقيين بوطنيتهم. لن يكون هنالك رئيس في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية. لن يكون رئيس ولن يكون مسؤول رفيع المستوى في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية. وسأتبنى أنا وأخواني السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هذا الأمر. العراق للعراقيين، العراق للعراقيين. شكرا جزيلا. ترفع الجلسة.